تركيا مستعدة لاعتماد النموذج اليوناني بدل منظومة S-400. تراجع واضح أعلنه وزير الدفاع خلوسي أكار بعد 20 يوما على تنصيب جو بايدن. الرئيس أردوغان يعلن استعداد بلاده سحب قواتها من ليبيا إذا تم سحب بقية القوات الأجنبية. فهل قررت تركيا الانحناء تحسبا لأي عاصفة أمريكية تجاهها؟ ولماذا تتراجع أنقرة بعد تأكيد سابق أنها ستحصل على أسلحة دفاعية من دون استئذان أي طرف؟ وكيف ستنعكس تطورات الخارج على حزب العدالة والتنمية في الداخل؟ تركيا والإدارة الأمريكية الجديدة في المشهدية خاص لهذا الأسبوع مع أوكتاي يلمز، إدمون غريب وبشير عبد الفتاح. أهلا بكم ضيوفنا جميعا في حلقة هذا الأسبوع من المشهدية خاص. وقبل أن نبدأ معكم النقاش عن هذا الموضوع، موضوع تركيا والإدارة الأمريكية الجديدة، نستعرض مشاهدينا المراحل التي مرت بها قضية صواريخ S-400 بين أمريكا وتركيا. فبالرغم من معارضة واشنطن وتهديدها بفرض عقوبات عليها، شكل اقتناء تركيا المنظومة الروسية للدفاع إحدى الأجندات المهمة للعلاقة الأمريكية التركية. تركيا قررت شراء المنظومة عام 2017، تسلمت الدفعة الأولى في تموز يوليو عام 2019. هددت واشنطن بفرض العقوبات على تركيا إذا تم تفعيل المنظومة. أقر الكونغرس الأمريكي فرض قانون كاتسا ضد تركيا التي قامت بتفعيل المنظومة في آخر أيام دونالد ترامب. بالتزامن مع تسلم تركيا الأجزاء الأولى من منظومة S-400، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في مشروع مقاتلات F-35، ولم يتم تسليم المقاتلات لتركيا التي قالت إنها دفعت ثمنها مقدما. وبرغم قرار التعليق، لا تزال الشركات التركية تواصل عملها في صناعة F-35. إذن بعد هذا العرض السريع مشاهدينا، نبدأ النقاش مع الأستاذ أوكتاي يلمز، الكاتب والباحث السياسي، هو معنا مباشرة من اسطنبول. أستاذ أوكتاي أهلا بك مجددا. بعد تصريحات وزير الدفاع خلوسي أكار بإمكانية اعتماد نموذج اليوناني الموجود في جزيرة كريت، كان هناك تصريح من بعده للمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن يؤكد فيه أن تركيا لن تتراجع عن امتلاك S-400. هل هو تضارب في التصريحات التركية أم هي تصريحات مقصودة لأنها تحمل إشارات تركية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن هناك استعداد لبحث هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحية طيبة، مساء الخير. نعم، يعني تركيا تريد حل هذه الأزمة بين أنقرة وواشنطن وتقدم الحلول الممكنة، ربما نصفها حلول وسطية، بمعنى مثلا اقترح وزير الدفاع التركي خلوسي أكار عدم تفعيل هذه المنظومة إلى حين إيجاد حل مع واشنطن، لأن واشنطن تضع هذه المسألة يعني أمام جميع المسائل، وتحولت هذه المسألة إلى عامل التسميم للعلاقات التركية الأمريكية. ولكن مع ذلك ليست فقط مسألة S-400 سبب واحد في الذي يوتر العلاقات بين الجانبين، هناك مسائل أخرى أهم من ذلك، مثل ونحن سنتوسع أستاذ أوكتاي أعتذر على مقاطعتك، العناصر الإرهابية في الشمال، في سوريا في كل هذه الملفات المتعلقة أو التي ترتبط أو التي فيها علاقة ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن البارز، نحن نبدأ ملف ملف في موضوع S-400. الرئيس أردوغان من ثلاثة أسابيع كان له تصريح يقول فيه أننا سنقوم بشراء كل الأنظمة الدفاعية التي نحتاجها مهما كانت الضغوط، يعني لن نتوقف عند الضغوط وسنقتني كل السلاح الذي نريده على المستوى الدفاعي. لماذا الآن هذا التراجع؟ يعني هل تتخوف تركيا من الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة جو بايدن؟ طبعا تركيا لا، كما قلت تركيا تريد إخراج هذه المسألة من موقع التهديد والتخريب للعلاقات التركية الأمريكية، ولذلك تقترح حلول وسطية. لكن هذا لا يعني أن تركيا مستعدة
لإخراج هذه المنظومة من البلاد أو لعدم الشراء منظومات الأخرى من روسيا. ولكن مبدئيا كما قلت يعني حتى من جانب الولايات المتحدة جاءت على لسان بعض المسؤولين إمكانية الحلول الوسطى. كذلك تركيا تريد العودة إلى مشروع تصنيع F-35 طائرات مقاتلات F-35، وكذلك تريد عدم تضرر الصناعة العسكرية التركية من العقوبات الأمريكية. ولذلك يعني هناك محاولة لحل هذه القضية. لكن يعني حل هذه القضية كما قلت سوف لن تحل جميع المشاكل العالقة بين البلدين. هناك مسائل أهم بالنسبة لتركيا تنتظر الحل. تركيا يعني عدم تفعيل هذه المنظومة لفترة مؤقتة لا تعني إعادتها إلى روسيا أو إخراجها من البلاد. في نفس التصريحات أكد وزير الدفاع على أن يعني ربما ممكن عدم تفعيل هذه المنظومة في حل السلم، ولكن في حل الخطر أو في حل التوتر يمكن لتركيا تفعيل هذه المنظومة على كل حال كما تريد. أكتاي من الواضح أنه هذا التصريح كان مفاجئ، لأنه حتى يضطر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين ليخرج ويتحدث من جديد عن هذه المنظومة وأن تركيا لن تتراجع عنها، فكان واضح أن هذا التصريح لافت وجديد من نوعه. هنا أسألك أستاذ بشير عبد الفتاح المتخصص والخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في تصريحه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يقول أن تصريحات أكار أسيء فهمها لكنه لم يقدم أي تفاصيل. هل فعلا الأمر كذلك أستاذ بشير عبد الفتاح؟ ولماذا لم يفصل كالين برأيك بالنسبة لهذا الموقف؟ لماذا لم يوضح هو ما الذي يقصده خلوصي أكار بموقفه حول الأس 400؟ تحياتي لك أستاذ عبد الرحمن ولضيفيك الكريمين، لا سيما الصديق العزيز الدكتور إدموند، ولمشاهديك في كل مكان، ولفريق العمل بهذا البرنامج المتميز. يعني ثمت أمر لم يتم تسليط الضوء عليه فيما ذكر آنفا، وهو رد الفعل الأمريكي على مبادرة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشأن الاستخدام أو التشغيل الموسمي أو المؤقت لمنظومات S-400 الصاروخية الروسية، وهو أن إدارة بايدن قابلت هذه المبادرة بالرفض والتأكيد على موقفها الثابت من هذه الصفقة، وهو أنه لا يمكن السماح بتشغيل هذه المنظومات سواء بشكل موسمي أو بشكل تام، وعلى تركيا إذا ما أرادت استرضاء الغرب وتحالفها الغربي أن تتخلى كليا ونهائيا عن هذه المنظومات. ما يعني أن العرض التركي قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة. بعد ذلك جاءت تصريحات إبراهيم كالين التي تتناقض مع تصريحات الوزير الدفاع التركي قبل ذلك وتراجع عن هذه الصفقة. ثم سؤال طرحته أستاذ عبد الرحمن على ضيفك من إسطنبول، وهو ماذا دفع تركيا إلى هذا العرض في بادئ الأمر؟ دفعت تركيا إلى ذلك لأنها شعرت أن منظومات S-400 الصاروخية الروسية تحولت إلى عبء استراتيجي عليها. هي فشلت في استغلاله لمساومة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي لتحسين شروط العلاقة المكحفة، وفي ذات الوقت عجزت عن الحصول على البند الخاص بالمعاملة التعويضية من روسيا أو التصنيع المشترك لهذه المنظومات. حينما أبرمت الصفقة في العام 2017 كانت تركيا تأمل في أن تحصل على بند لم يسبق أن حصلت عليه من صفقات تسلح غربية، وهو التصنيع المشترك أو المعاملة التعويضية. ظلت روسيا تماطل، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن برامج أكيدة للتصنيع المشترك، ومن ثم ستكون هذه الصفقة كغيرها من الصفقات. الأمر الثاني أنه لا يمكن دمج هذه المنظومات في نظام الدفاع الجوي المشترك الخاص بحلف شمال الأطلسي. هناك 30 دولة
في حلف شمال الأطلسي، يرتبط نظامها للدفاع الجوي بنظام موحد ومشترك. أعلن الحلف استحالة دمج المنظومات الروسية ضمن هذا النظام، ومن ثم يستحيل تشغيلها. وحينما عرضت تركيا تشغيلها بشكل مستقل بعيدا عن نظام الدفاع الجوي للناتو، رفض الحلف ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن المنظومات ستشكل تهديدا لشبحية مقاتلات F-35 ولنظام التأمين التكنولوجي للمنظومات التسليحية للناتو. ما يعني أن تركيا وقفت في منطقة وسط، لا هي تستطيع تشغيل هذه المنظومات لأن الخط الأحمر الأمريكي المتصل بفرض عقوبات مغلظة على تركيا يرتهن بالتشغيل وليس بالاستلام أو التجربة، لأن تركيا تسلمت صيف 2019، جربت في أكتوبر الماضي أو ديسمبر الماضي، لكنها لم تخدم على التشغيل باعتباره الخط الأحمر. ذكرت الموضوع الأمريكي هنا أستاذ بشير عبد الفتاح، اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن دكتور إدمون غريب. أستاذ إدمون أهلا بك مجددا. اللافت أنه الموقف التركي، موقف الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك إصرار تركي على هذه المنظومة، ولم يكن هناك أي إشارات على إمكانية تسوية هذا الموضوع، بالرغم من أنه حتى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت ترفض أن تقتني تركيا هذه المنظومة، منظومة S-400. بالرغم من ذلك أصرت تركيا على موقفها. الآن ما الذي يختلف بين إدارة بايدن وإدارة ترامب حتى نرى ما يشبه الإشارات التركية للاستعداد في إمكانية بحث هذا الموضوع مع الإدارة الجديدة؟ تحياتي لك ولضيفيك الكريمين، وتحياتي خاصة للدكتور بشير، وشكرا على تحياته. وطبعا هناك تغيير في مواقف الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة مختلفة إلى حد كبير عن إدارة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان له رؤية مختلفة، فهو رجل يؤمن بعقد الصفقات، وهو أيضا أقام علاقة جيدة بينه وبين الرئيس التركي، على الرغم من أنه كانت هناك بعض المراحل، وحتى كان هناك تهديد بتدمير الاقتصاد التركي، ولكن إجمالا كان هناك اتصالات، كان هناك علاقات، إجمالا يمكن القول بأنها شخصيا علاقات شخصية جيدة. ولكن هذه الإدارة مختلفة، حتى الآن لا يوجد أي اتصال لا بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي، وذلك على الرغم من أن كانت تجري محاولات من قبل بعض أصدقاء تركيا لإجراء اتصالات، وكذلك أيضا لإجراء، لا يوجد أي اتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية التركي. الاتصال الوحيد الذي تم كان الاتصال بين المستشار شؤون الأمن القومي جيك سوليفان والمستشار شؤون الأمن القومي التركي، وبالتالي فإن هذه أيضا كانت هي بمثابة رسالة بأن هذه الإدارة قد يكون لها موقف أكثر تشددا تجاه تركيا من إدارة الرئيس ترامب. وطبعا رأينا ذلك في أولا في تصريحات وزير الخارجية بلينكن الذي تحدث في الشهر الماضي وانتقد قرار تركيا بشراء صواريخ S-400، كما أن أيضا المتحدث، وهنا أهمية ما جرى، أن تركيا بعثت برسالة على لسان وزير الدفاع بأنها يمكن التوصل إلى تسوية وإلى حل وسط، إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لمناقشة هذا الموضوع، وربما التوصل إلى تسوية كالتسوية اليونانية عندما اشترت قبرص صواريخ S-300 الروسية واعترض ناتو على ذلك وانتقلت إلى ملكيتها إلى اليونان، وتمت تقريبا تحييدها. ولكن يبدو أن هذه الإدارة غير مستعدة لذلك، وعبر بعد تصريحات وزير الدفاع التركي، سمعنا من الأدميرال كيربي وهو المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للدخول في مفاوضات حول هذا الموضوع، وأن ما قامت به تركيا لا يتماشى مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وبالإضافة إلى ذلك أيضا نعلم بأن هذه الإدارة تواجه ضغوط متزايدة من الكونغرس الأمريكي، فقد وجه 54 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، أي أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ، برسالة إلى الرئيس بايدن طالبوا فيها بتبني موقف صارم تجاه
ما وصفوه بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان. كان هناك أيضا رسالة من منظمة الدراسات الشرق الأوسطية الميسا من قبل رئيسة المنظمة إلى الرئيس التركي، وانتقدت فيها ما حدث في جامعة بوغازيتشي، وأيضا كان هناك انتقاد من بعض المنظمات المعروفة باسم LGBT التي تدعم الزواج المثلي وغير ذلك. وهؤلاء أيضا قالوا بأن هناك انتهاكات واضحة، وكان هناك تصريح أيضا انتقد تصريح الرئيس أردوغان الذي قال أنه لا يوجد شيء اسمه LGBT، وبالتالي فأن هذا أمر غير مقبول. وكان هناك انتقادات أيضا لتعيين العميد لجامعة بوغازيتشي الذي تبنى موقف متشدد، وأيضا ولمهاجمة الأساتذة. يعني هي ملفات كثيرة أستاذ أدمو تجمع ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. سنبحث أو سنحاول أن نناقش الكثير من هذه الملفات لنستشرف المرحلة المقبلة فيما يخص هذه العلاقة ما بين تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة. هذا كان فيما يخص مشاهدينا تطورات ملف S-400 التي تحدثنا عنها قبل قليل. إلى جانب هذا الملف الشائك، كان هناك بعض المحطات التي حددت طبيعة العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. تنفيذ أنقرة عملية شراء منظومة صواريخ S-400 الروسية رغم معارضة واشنطن، تحدثنا عنها قبل قليل. احتجاز أنقرة للقس الأمريكي أندرو برونسون بتهمة التعاون مع منظمة فتح الله جولين. قضية بنك خلق التركي واتهامات بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران. العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا نبع السلام. ورسالة ترامب المثيرة للجدل التي وجهها للرئيس أردوغان. وتسليح الولايات المتحدة للوحدات الكردية المسلحة في شمال سوريا. أعود إليك أستاذ أوكتاي يلمز. بطبيعة الحال ملف S-400 سننطلق منه أيضا لنبحث الكثير من النقاط كما ذكرنا التي تجمع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. هذا الملف الذي تحدث وزير الدفاع خلوصي أكار بإمكانية الوصول إلى تسوية في شأنه مع الإدارة الأمريكية الجديدة يرتبط ارتباطا وثيقا بروسيا التي تجمعها أيضا علاقات باتت واسعة جدا مع أنقرة مع تركيا. ألا تخشى أنقرة أن تؤثر أو يؤثر تراجعها عن الاتفاق فيما يخص اتفاق المبدئي بينها وبين روسيا فيما يخص S-400 على علاقاتها مع روسيا؟ وماذا لو طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا مراجعة علاقاتها أكثر مع روسيا؟ وتعرف أن الإدارة الأمريكية الجديدة متشددة جدا مع إدارة الأمريكية الجديدة متشددة جدا مع الروس. هذا ما يعني يمكن استخلاصه من التصريحات. كيف ستتصرف حينئذ تركيا وخاصة تربطها علاقات كما تعرف متشابكة مع روسيا إذا بدأنا من سوريا وننتهي مؤخرا في إقليم ناغورنو كاراباخ؟ بداية، العلاقات مع روسيا ليست بديلة لعلاقات تركيا مع الغرب، مع حلفاء الغرب، مع واشنطن، مع الناتو، منظمة الناتو، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام. بكل تأكيد هناك العلاقات التركية الروسية مبنية على مصالح المشتركة. تركيا كذلك هناك علاقات أمنية اضطرت تركيا يعني تعميق هذه العلاقات خاصة في مسألة سوريا وحتى في الفترة الأخيرة في قوقاز. ولكن أقول مرة أخرى، نعم هناك يعني بسبب تعميق الخلافات مع الحلفاء الغربيين في الفترة الأخيرة من عهد أوباما الثانية، هذه توسيع نطاق الخلافات مع الغرب خاصة مع الولايات المتحدة ربما من العوامل المهمة التي دفعت تركيا إلى توسيع وتعميق علاقاتها مع روسيا إلى حد ما مع الصين وإيران كذلك بشكل عام، الانفتاح الى الشرق.
كذلك انفتحت على العرب، ولكن يعني هذا قد فشلت إقامة التحالف مع الدول العربية بأسباب أخرى. أستاذ أوكتاي، فقط يعني إذا سألتك السؤال بطريقة مبسطة تركيا أكثر، هناك فقط أكمل جملتي، يعني هناك توجه جديد. نعم تركيا تقرأ الآن أنقرة، صناع القرار في أنقرة تقرأ بكل تأكيد التطورات الدولية، واتخذ أردوغان وصناع القرار في أنقرة تفعيل إصلاحات داخلية، مثل أردوغان قبل الفترة اقترح على سبيل المثال تعديل الدستور وإصلاحات جديدة ديمقراطية واقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة العلاقات الخارجية. يعني هناك توجه نحو مراجعة السياسة الخارجية والعودة إلى السياسات التقليدية للجمهورية التركية، المبنية على ماذا؟ بمعنى توثيق العلاقات مع الحلفاء الغربيين. ولذلك من هذا الباب جاء تصريحات خلوسي أكار وزير الدفاع بأن تركيا مستعدة للنظر للنقاش في مسألة S-400 مع المسائل الأخرى مع الولايات المتحدة، لأن تركيا تريد العودة إلى السياسات التقليدية للجمهورية، وكذلك توثيق العلاقات مع الغرب، لأن العلاقات مع العرب فشلت وانهارت بسبب توجه وتحالف العرب مع إسرائيل واتخاذ مواقف خاصمة ضد تركيا، وكذلك لأن العلاقات مع روسيا والصين لا يمكن أن تكون بديلة لعلاقات التركية التقليدية منذ أكثر. أستاذ أوكتاي، ما تتحدث به هام الآن، هذا قرار اتخذ الآن من قبل السلطة التركية، من قبل الرئيس أردوغان، ما تتفضل به الآن، هذه قرارات اتخذت الآن في أنقرة؟ أنا أقول هناك توجه، هناك نقاش جاد حقيقة في السياسة التركية بهذا هناك توجه كذلك. نعم هناك أطراف العلاقات. للأسف سأعود إليك أستاذ أوكتاي، ولكن هناك خلل فني من المصدر، سأنتقل الأستاذ بشير عبد الفتاح لنأخذ رأيك أيضا أستاذ بشير في النقطة نفسها. برأيك في حال طلبت واشنطن من تركيا تعديل مواقفها في ملفات أخرى غير الأس 400، هل ستتصرف برأيك بنفس الطريقة أم أن المواضيع ستختلف، ستخضع لحسب طبيعتها، سيكون هناك نقاش في هذه النقاط؟ وإذا أردت أيضا أن إذا كان عندك رأي في مقالة، وأيضا أستاذ أوكتاي يلمز الذي يتحدث أن هناك توجه فعلا في أنقرة لتغيير بعض السياسات الخارجية، فالهواء لك تفضل. دعني أستاذ عبد الرحمن أستهل الإجابة على هذا السؤال المركب بتعليق سريع على ما تفضل به الضيف الكريم من إسطنبول، وهو أن التقارب التركي العربي فشل على حد وصفه بسبب تحالف الدول العربية مع إسرائيل ضد تركيا. هو يتحدث وكأن تركيا خصم لإسرائيل، يعني ويتجاهل أن تركيا هي أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل فور إعلانها، وأن هذه الدولة تربطها بإسرائيل علاقات استراتيجية واستخباراتية وعسكرية واقتصادية عالية المستوى. يعني لا أدري كيف يعني يحاول أن يصدر لنا بأن تحالفا عربيا إسرائيليا يتم في مواجهة تركيا. الأمر الثاني وهو مسألة احتمالات تغيير تركيا لمساراتها استرضاء للولايات المتحدة أو أشياء من هذا القبيل. المشكلة لدى إدارة أردوغان تكمن في أمرين. الأمر الأول تعجل استقلالية القرار السياسي التركي استنادا إلى ما يعتبروه فائض القوة التركي. مشكلة الرئيس أردوغان يظن أن تركيا وصلت بفائض قوتها الذي نتج عن يعني حسن استثماره لمنجزات تورجوت أوزال ومن سبقوه، بأنه الآن بات قادرا على أن يتخذ قرارات استقلالية في السياسة الخارجية، سواء بالتوجه شرقا أو غربا، أو الاستقلال في السياسات الدفاعية، في تنويع مصادر السلاح، في إقامة صناعة وطنية دفاعية تركية. وهذا باعتقادي يعني نوع من التسرع أو التعجل الاستراتيجي غير المستند إلى ركائز حقيقية. الآن ألمانيا واليابان
تصران على العمل تحت مظلة نووية أمريكية ومظلة دفاعية أمريكية، بالرغم من قدرة الدولتين على إنتاج أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل في غضون أسابيع أو ربما أشهر، لأن هذه الدول تدرك جيدا ثقل العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. على العكس من ذلك، أردوغان يظن أن فائض قوة عسكري واقتصادي تحقق ثم بدأ يتآكل هو كفيل بأن يخرج تركيا من العباءة الأمريكية بطريقة أو بأخرى. الإشكالية الثانية لدى الرئيس التركي وهي محاولة اللعب في الاتجاهين شرقا وغربا، وهذا مسار محكوم عليه بالفشل منذ ستينيات القرن الماضي، حينما حاول عدنان مندرس أن يتحرك شرقا باتجاه الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت النتيجة انقلاب عسكري مدعوم أمريكيا ثم الإطاحة ثم الإعدام في عام 1960. الرئيس التركي يظن أن بمقدوره التحرك في كافة الاتجاهات، وإذا ما تعرض للضغوط بعد ذلك يقول أن العلاقات شرقا أو التوجه الأوراسي لتركيا نحو روسيا والصين وإيران لا يعني بالضرورة أنه بديل للعلاقة مع الغرب، بينما الغرب واضح وحاسم في هذا السياق. اقتراب من روسيا ومن الصين ومن إيران معناه استعداء أو استعداد للتخلي عن التحالف مع المنظومة الغربية، والغرب يخير تركيا، عليك أن تختاري، لا سيما على الصعيد الجيوستراتيجي وعلى صعيد التسلح تحديدا، بدليل أن صفقات كانت تركيا تتطلع إلى إبرامها حول مقاتلات سوخوي 57، وهي مقاتلات من الجيل الخامس روسية تكافئ الاف 35 الأمريكية، تعثرت لأسباب فنية واقتصادية واستراتيجية وضغوط أمريكية وقانون كاتسا وغيرها. لذلك الرئيس التركي لديه مشكلة في توجيه سياسته الخارجية، وتحت الضغوط والعقوبات والتنسيق الأمريكي الأوروبي للضغط على تركيا، أتصور أنه مضطر للتراجع خطوات إلى الوراء، لأن كلفة مغامرات السياسة الخارجية انعكست على شعبية الرئيس التركي في الداخل. هذا سنتحدث عنه أستاذ بشير عبد الفتاح، لكن بعد الفاصل بعد قليل، لأنه هذه نقطة هامة للغاية. هذه المواقف الجديدة إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على حزب العدالة والتنمية خاصة في الداخل التركي؟ ولكن قبل ذلك أستاذ إدمون غريب، بمعرفتك بإدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ومن خلال التصريحات أصلا المعلنة من قبل هذه الإدارة بأنها ستواجه روسيا بشكل مباشر والصين أيضا في بحر الصين الجنوبي، برأيك إلى أي مدى من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية بعهد الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف بايدن إلى الطلب من تركيا بإعادة النظر بعلاقاتها مع روسيا؟ لأنه كما تعلم أصبح هناك العديد من الملفات المشتركة ما بين تركيا وروسيا في الفترة الأخيرة كما ذكرنا قبل قليل. إذا انطلقنا في روسيا لن ننتهي حتى في ناغورنو كاراباخ. هل يمكن أن تلجأ الإدارة الجديدة إلى ذلك انطلاقا من مواجهتها لروسيا؟ بدون شك أن هذه هي أحد القضايا أيضا الأساسية التي تؤثر على العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة. هناك اعتقاد في واشنطن، وعبر عن وزير الخارجية بلينكن في أواخر الشهر الماضي عندما شكك في أهمية أو في العلاقة الأمريكية التركية، عندما قال كيف يمكن لشريك استراتيجي أو ما يسمى بشريك استراتيجي أن يقوم بشراء صواريخ S-400 من دولة هي خصم للولايات المتحدة أي روسيا. وبالتالي فإن هذا كان رسالة واضحة، كما أنه أيضا بالإضافة إلى ما قاله قال شيئا آخر مثيرا ومهما، وقال بأن الولايات المتحدة ستعيد النظر في العقوبات وستدرس فيما إذا كان هناك حاجة لفرض عقوبات إضافية. وبذلك تلميحات مهمة، لأن هناك قلق تركي من أن العقوبات التي فرضت في شهر كانون الأول الماضي مهمة جدا، لأنها بدأت تؤثر على المؤسسة العسكرية الصناعية في تركيا، حيث أن تركيا بحاجة أيضا لقطع غيار لأسلحتها الأمريكية، وهذه العقوبات تؤثر على ذلك. بالإضافة إلى أيضا تصريحات الأدميرال كيربي فيما يتعلق بأنه لن يرفع موضوع الحظر على المشاركة التركية في طائرة F-35، ولا توجد أي تدريبات حاليا، وبينما تركيا ترغب وتصر على أن لها حق بسبب الاتفاقيات الماضية. إذن هناك أسئلة مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن أيضا هناك تيار لا يزال موجود داخل الإدارة الأمريكية يعتقد بأنه في الوقت الذي يجب توجيه رسائل قاسية لتركيا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو موضوع الصواريخ أو غير ذلك، بعدم الذهاب بعيدا، وذلك لأن تركيا لا تزال تعتبر من قبل هذا التيار الموجود
في بعض الدوائر العسكرية والدبلوماسية دولة مهمة في مواجهة روسيا، يجب عدم دفعها أكثر وأكثر لحضان روسيا والصين وإيران. وبالتالي فإن هذه هي أحدى التحديات أمام هذه الإدارة من ناحية، وأمام تركيا. تركيا تحاول أن تجلس على تكون لها علاقة جيدة مع روسيا، ولا يمكن بسهولة الآن لتركيا الخروج من العلاقة الاقتصادية والسياسية. هناك الكثير من المصالح المشتركة بين تركيا وروسيا، بل أن روسيا قد تكون أكبر شريك تجاري لتركيا. ومن هنا فأن تركيا تريد الحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا، ولكنها أيضا ترغب في العودة إلى الحلفاء الأوروبيين وإلى علاقة جيدة مع الولايات المتحدة. على كل حال أيضا من الملفات الشائكة جدا أستاذ، أن تركيا، قدرة تركيا الآن على فعل ذلك محدودة، خاصة بعد تزايد الانتقادات في الولايات المتحدة، موضوع ناغورنا كاراباخ، تدخل تركيا في هذا الصراع في ليبيا، أيضا في شرق المتوسط. هذه أقلقت مجموعات جديدة من، يعني تتحدث أستاذ أدمون غريب عن نفوذ تركيا في المنطقة، هذا سنفصل فيه، سنفصل في نقطة هامة للغاية قد تكون مسار اشتباك ربما في الفترة المقبلة، الموضوع الكردي خاصة في سوريا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بعهد بايدن وتركيا، وسنتحدث مشاهدينا عن انعكاس كل ذلك على حزب العدالة والتنمية في الداخل التركي، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى المشهدية خاص، والتي نتحدث فيها عن علاقة تركيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة، استنادا إلى المواقف الأخيرة التي صدرت من وزير الدفاع خلوصي أكار. وكان هناك أيضا موقف لافت، هنا نعود لنبدأ النقاش، سنبدأ مع أستاذ أوكتاي يلمز. كان موقف لافت أستاذ أوكتاي، هنا نريد أن نفتح الحديث أو نبدأ الحديث بالنسبة لنفوذ تركيا، خاصة هذا النفوذ الإقليمي الذي تعزز في السنوات الأخيرة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن استعداد بلاده لسحب القوات التركية من ليبيا في حال سحبت القوات الأجنبية، لكنه في هذا التصريح لم يأتي على ذكر المقاتلين السوريين الذين يتحدث البعض بأن تركيا نقلتهم إلى ليبيا. انطلاقا من هذا التصريح للرئيس أردوغان، هل هذا يعني بأن تركيا على استعداد للبحث أيضا في نفوذها الإقليمي بعد هذا التوسع الذي حصل، أم أنه هذا الموضوع لا يمكن أن تطرحه تركيا على طاولة النقاش أو على طاولة البحث؟ سأجيب سؤالكم، ولكن اسمح لي بالملاحظة البسيطة على كلام المشارك من القاهرة السيد بشير. أعتقد أنه يعني غير متعمق في الشؤون التركية، وعنده خصومة ضد تركيا، تثير القضايا دائما ضد تركيا، وكذلك طبيعة العلاقات التركية، كذلك لا يفهم طبيعة العلاقات الخارجية التركية، ويظن أو يقارن تركيا بأحد الدول أو الدويلات العربية. علاقات الدول العربية لو سمحت لي فقط مع الولايات المتحدة، لو سمحت لي فقط أن نلتزم بطبيعة بموضوع العبارات، أن تكون عبارات يعني ملائمة للبرنامج، لأنه دول عربية هي دول وليست دويلات أخرى. يعني هناك دول وهناك دويلات، لا مشكلة، هناك دول بكل تأكيد، يعني علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة علاقات تبعية، كذلك علاقتها مع إسرائيل علاقات تبعية، ولكن علاقة تركيا مع الخارج، مع الغرب، مع روسيا، ليست علاقات تبعية، علاقة دولة من دولة إلى دولة، علاقة النت. ولذلك تركيا تختلف، تستطيع أن تختلف، ولذلك هناك خلافات
تركية أمريكية، لأن هناك تضارب في المصالح وكذلك هناك خلافات، وتحاول تركيا حل هذه الخلافات. يعني على كل حال أستاذ أقطاي، حتى البعض يوجه هذه التهمة لتركيا أيضا، موضوع التبعية وبأن تركيا تنفذ السياسات الأطلسية الأمريكية في المنطقة. يعني اسمح لي هنا أسألك عن موضوع النفوذ التركي أستاذ أقطاي لو سمحت، لأنه ليس هناك الكثير يعني من الوقت. يا سيدي الكريم، تركيا عضو أساسي في الناتو، يعني من هذا تركيا صاحب القرار في الناتو وليست علاقة تبعية. يعني إذا كان هناك قرار ورأي للولايات المتحدة في الناتو لبريطانيا، كذلك تركيا. كذلك تحدث عن علاقات تركيا مع إسرائيل. يا سيدي الكريم، تركيا بسبب القضايا العربية يعني قطعت علاقتها السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل، وخسرت مصالحها بسبب القضايا العربية، بينما الأنظمة العربية قدمت فلسطين ضحية في علاقتها وفي خضوعها لإسرائيل. هذا موضوع آخر. وآتي إلى سؤالكم، نعم أعتقد هناك خطأ، يعني لم أقرأ ولم أسمع تصريح لأردوغان بأن تركيا مستعدة للانسحاب من ليبيا، بل هو قال أن القوات التركية الاستشارية والخبراء العسكريين موجودون في ليبيا بسبب الاتفاقية الرسمية بين الحكومة التركية والحكومة الليبية وبدعوة من الحكومة الليبية. لولا الدعم التركي لليبيا لكان سقطت ليبيا أمام الإنقلابيين وأمام الاحتلال المصري الإماراتي وما إلى ذلك، ولكن التدخل التركي بدعوة من الحكومة الليبية أنقذت ليبيا من هذا المستنقع، من الوقوع أو من السقوط تحت الاحتلال العسكري. وكان يحكم اليوم ليبيا عسكري بحكم مطلق عسكري، ولكن نحن اليوم نتحدث عن الحلول الدبلوماسية. الآن هناك يعني حكومة جديدة مدنية، حكومة معقدة مدنية جديدة، نتحدث اليوم عن الحلول الدبلوماسية. لولا التدخل التركي لكانت هناك عسكري انقلابي يحكم ليبيا مثل القذافي، مثل الحكم السابق. إذن الوجود التركي في ليبيا مبنية على طلب الليبي. إذا كانت ليبيا في أي وقت من الأوقات تطلب تركيا من الانسحاب أو لا تبقى حاجة إلى القوات التركية لتدريب الجيش الليبي، بكل تأكيد تركيا ستنسحب. هذا هو القرار المبدئي، وهذه هي الحقيقة للوجود التركي العسكري في ليبيا. بالنسبة لهذه النقطة أنتقل بها أيضا لك أستاذ بشير عبد الفتاح، في ما يخص النفوذ الإقليمي لتركيا، هل برأيك سيتأثر هذا النفوذ مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وسط حديث عن إمكانية كما ذكر أستاذ أقطاي أيضا أنه إمكانية سحب القوات التركية من ليبيا، وهذا ما قاله الرئيس أردوغان في حال سحب القوات أو انسحاب القوات الأجنبية من هناك؟ اسمح لي أستاذ عبد الرحمن أن أستهل الإجابة أيضا بتلغرافات سريعة على ما تفضل به، لأنه الزميل الكريم من إسطنبول وجه إلي لشخصي يعني كلمات فأرد عليها سريعا. أولا، هو اتهمني بأنني لست ملم بالشأن التركي، وأنا أشكره على هذه الملاحظة وأعده بمزيد من التبحر والتعمق في الشأن التركي حتى أصل إلى المستوى الذي يرضيه. الأمر الثاني، هو تحدث عن دول عربية وصفها بالدويلات، فأنا أتساءل لماذا التودد والتملق والنفاق لهذه بين قوسين الدويلات العربية اقتصاديا واستراتيجيا؟ وإذا كانت الدولة أو الدويلة تصنف من وجهة نظره ديموغرافيا أو جغرافيا، فكيف تسنى لبريطانيا العظمى التي هي قزم جغرافي أن تتحول إلى دولة عظمى؟ فالدول ليست لا بتعداد السكان ولا بالحجم.
الأمر الثالث، وتحدث عن عضوية تركيا في الناتو أنها مثلها مثل بريطانيا والدول الفاعلة والوازنة داخل الناتو، وهذا كلام مردود عليه حسب تخصص المتواضع للغاية وفهم الضئيل للغاية للشأن التركي بأن تركيا عضو من الدرجة الثانية في حلف شمال الأطلسي ولا يمكن أن تقارن بأي دولة أخرى حتى ولو كانت اليونان، وذلك لأنها التحقت بالحلف الأطلسي في العام 1952 بعد ضغط من قبل الولايات المتحدة وتودد تركي واعتراف بإسرائيل ومشاركة في الحرب الكورية وتقديم طرديات وفروض الولاء والطاعة للغرب حتى يقبلها الحلف، وحينما قبلها جعلها عضوا من الدرجة الثانية. وأسأل الضيف الكريم، كم مرة طلبت تركيا تفعيل البند الخامس من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي وفقا لاتفاقية واشنطن العام 1949 واستجاب لها الحلف؟ ولا مرة منذ العام 1952 وحتى الآن استجيب لطلب تركيا بتفعيل المادة الخامسة التي تعني أن أي عدوان على دولة في الحلف هو عدوان على باقي الدول ومن ثم تتحرك لنصرتها. ومن ثم تركيا ثاني أكبر قوة في الناتو عددا من حيث تعداد القوات بعد الولايات المتحدة، لكنها ليست الأفضل تسليحا ولا الأفضل قوة، كما أن عضويتها في الحلف هي عضوية من الدرجة الثانية. أعرج مباشرة إلى سؤال حضرتك أستاذ عبد الرحمن، وهو النفوذ الإقليمي لتركيا. تركيا عسكرت سياستها الخارجية في السنوات القليلة الماضية مستغلة تبعات ما كان يعرف بالربيع العربي وحالة السيولة الجيوستراتيجية، وما كان لتركيا أن تعسكر سياستها وتقوم بمغامرات عسكرية لتتدخل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وغيرها من الدول العربية وتتموضع في قطر والصومال وغيرها لولا ضوء أخضر أمريكي لتوظيف هذا الدور. ومن هنا يبرز الدور الوظيفي لتركيا في الإقليم. سمح لتركيا أن تتدخل في ليبيا لكبح جماح التدخلات الروسية. الولايات المتحدة لا تريد أن يتكرر السيناريو الروسي أو السيناريو السوري في ليبيا، وهو التموضع العسكري الروسي وإقامة قواعد عسكرية بعيدة المدى والعودة إلى المياه الدافئة وشرق المتوسط. لذلك استعانت بتركيا وسمحت لها أن تتغلغل وتقوم بتصدير السلاح والمقاتلين والمرتزقة وأن تتموضع وتقيم قواعد عسكرية في ليبيا ضد فاغنر وضد التموضع العسكري الروسي حتى لا يتم إعادة إنتاج السيناريو السوري مجددا في ليبيا. إذا كانت إدارة بايدن ترى أنها بحاجة إلى ذلك الدور الوظيفي التركي المتمثل في التدخلات العسكرية والتموضع العسكري التركي إقليميا، ربما تقبل باستمرار هذا الدور لبعض الوقت. سأنتقل معك أستاذ إدمون لأنه الوقت داهمنا إلى الموضوع الكردي سريعا، سنقفز إلى الموضوع الكردي. الآن هناك ملف شائك اسمه الملف الكردي خاصة في سوريا، البائع لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الكرد في المقابل تركيا تواجه هؤلاء في سوريا. برأيك إلى أين يمكن أن يذهب هذا الملف؟ وهل إدارة بايدن بصدد دعم الكرد أكثر من إدارة ترامب الذي يعني كان يتهمه البعض بأنه تخلى عن الكرد الذين كانت تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا؟ المؤشرات الأولى تدل على أن هذه الإدارة مهتمة بهذا الموضوع. يجب أن لا ننسى أن الرئيس بايدن في عام يعني قبل تقريبا عامين عندما تدخلت تركيا في سوريا وضد وحدات الحماية الشعبية وضد قوات سوريا الديمقراطية وجه انتقادات قاسية جدا لتركيا وطالب إدارة ترامب باتخاذ موقف صارم لمنع ذلك، وهو أيضا عبر سابقا عن تعاطفه مع الكرد، وكما أنه في مرحلة من المراحل دعا إلى تقسيم العراق إلى دول على أسس عرقية ودينية وطائفية. وبالتالي فإن هذه من النقاط المهمة بالنسبة لهذه الإدارة، ولذلك أعتقد أن هناك بالنسبة لتركيا هذه مسألة مهمة جدا، لأن الأتراك ربما كانوا مستعدين للتنازل أو لإيجاد حل لموضوع الصواريخ الروسية مقابل وقف الولايات المتحدة لدعمها للقوى الكردية في سوريا، وهذا ممكن؟ لأنها تعتبر أن هذه القوى هي تابعة أو جزء من حزب العمال الكردي الذي تقاتله تركيا وتعتبره خطرا وجوديا عليها. أمريكيا هذا ممكن أستاذ إدمون؟ هذه ستكون مسألة شائكة جدا، ولا أعتقد أنه سيمكن التوصل إلى حل وسط بين الجانبين حول هذا الموضوع. كانت هناك محاولات أمريكية لتقريب وجهات النظر الكردية والتركية للخروج من هذا المأزق، ولكن يبدو أن هذا
ثبت بأنه حتى الآن على الأقل أمرا صعبا جدا. أيضا نقطة أخيرة، أن تركيا أرسلت رسائل مختلطة. الرئيس أردوغان مثلا قال في الشهر الماضي أنه يرغب في شراء منظومة صواريخ S-400 جديدة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا وزير الاتهام من وزير الداخلية التركي للولايات المتحدة ولإدارة أوباما بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا، وجاء الرد الأمريكي من المتحدث باسم البيت الأبيض ومن والخارجية بأن هذا زائف وغير صحيح على الأطلاق، ويجب كيف يمكن لدولة صديقة في حلف شمال الأطلسي أن توجه مثل هذه الاتهامات للولايات المتحدة. إذن هناك الكثير من التعقيدات، على الرغم من أنه كما قلت هناك رغبة في عدم دفع تركيا أكثر باتجاه إيران باتجاه روسيا. كل هذه التعقيدات، كل هذه الملفات، أستاذ مون اعذرني على المقاطعة ولكن لضيق الوقت اسمح لي اسمح لي هنا أن ننقل كل هذه الملفات التي تحدثنا بها ولنتحدث معها مع أستاذ أقطاي يلمز. أستاذ أقطاي، انعكاس هذه الملفات، يعني التراجع أو ما يبدو وكأنه تراجع، إعادة النظر في العلاقات، وأنت ذكرت ذلك، مع الغرب، مع الولايات المتحدة الأمريكية بناء على معطيات تركية معينة، كل ذلك هل يمكن أن يؤثر على حزب العدالة والتنمية، على شعبية الرئيس أردوغان في الداخل، خاصة أن البعض يتحدث حتى تركيا تخشى على موضوع الحريات بأن تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بالأمس كان هناك قرار من البرلمان التركي بإعادة النائب المعارض أو إعادة عضوية النائب المعارض ومقعده، نتحدث عن أنيس بربر أوغلو، وكان صادر بحقه حكم قضائي بالسجن وتم تعليق هذا الحكم. وانطلاقا من هنا، في حال بدأت هذه الإدارة الجديدة بالمطالبة بموضوع الحريات في تركيا ومن مطالبها الأساسية إخراج رئيس حزب الشعوب الكردي السابق صلاح الدين دمرطاش من السجن، هل يمكن أيضا أن تقدم أنقرة على ذلك؟ يعني أي مثقف، أي عاقل في المنطقة يعلم أن مسألة حقوق الإنسان مسألة أداة وعامل، مجرد عامل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وكذلك للبلدان الغربية. يعني بهذا العامل يحاول التدخل في السياسة الدول الأخرى، هذا شيء معروف جدا، بل ينعكس يعني استخدام الولايات المتحدة مسألة حقوق الإنسان ينعكس على السياسة الداخلية التركية بشكل سلبي، بمعنى أن جميع الأحزاب المعروفة ولدى الشعب التركي ترفض هذا الاتجاه، ترفض هناك جميع الأحزاب المعارضة في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، الحزب الرئيسي المعارض وكذلك الأحزاب الأخرى المعارضة رفضت تصريحات بايدن السابقة التدخل في السياسة الداخلية. أستاذ أقطاي، هو الآن رئيس، هل يمكن أن طرد أنقرة للمطالبة بإخراج شخصيات معينة من السجن كصلاح الدين دمرطاش؟ يا سيدي الكريم، السياسة الداخلية التركية حيوية ونشيطة جدا وللمعارضة قوة لدى الشعب التركي بكل تأكيد، وهناك احتمال الفوز في أي انتخابات، ولكن التدخل أو التعاون مع الولايات، محاولة التدخل من الولايات المتحدة أو التعاون مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص مرفوض لدى معظم الشعب التركي والأحزاب السياسية التركية. أؤكد مرة أخرى أن لو كانت عامل حقوق الإنسان يعني مهم حقيقة أستاذ أقطاي، عذرا على المقاطعة ولأنه الوقت دهني، معي فقط دقيقة ونصف، عذرني، سأعطي نصف دقيقة بنصف دقيقة. اسمح لي أن أعبر عن لكانت واشنطن قطعت على سبيل المثال مع الأنظمة العربية المستبدة، لا توجد فيها أصلا حقوق الإنسان، بل العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. طيب هذا سيستدعي رد الآن من أستاذ بشير، وما معي وقت أستاذ بشير، عذرني أستاذ أقطاي، أستاذ بشير، تراجع أنقرة خارجيا هل يمكن أن يؤثر على العدالة والتنمية؟ ما معي وقت أستاذ أقطاي، ما معي وقت، اسمح لي أستاذ بشير، تفضل. اسمح لي فقط جملة قصيرة بالنسبة لأكراد. يا سيدي الكريم، تركيا تعادي
المنظمات المسلحة الإرهابية وليست أكراد، أكراد أشقاء الأتراك، ولكن هناك منظمة إرهابية انفصالية تحاول تقسيم تركيا، تهدد أمن القومة التركية، تركيا تخاصم وتعادي هذه المنظمة الإرهابية. طيب اتضحت صورة سابقة، يعذرني أستاذ بشير عبد الفتاح، لم يعد هناك وقت أستاذ بشير، بالنسبة إليها. ما في وقت، ربما في حلقة مقبلة إن شاء الله أستاذ أقطاي. أستاذ بشير بنصف دقيقة والله أعطيت الوقت بالتساوي، صدقني أستاذ أقطاي. أستاذ بشير عبد الفتاح بنصف دقيقة إذا سمحت لي، هل سيكون هناك انعكاس بالنسبة لهذه الملفات الخارجية على العدالة والتنمية في الداخل لو سمحت؟ دائما أستاذ عبد الرحمن السياسة الخارجية هي انعكاس مباشر للسياسة الداخلية. الرئيس التركي بدأ يتوسع خارجيا ويعسكر السياسة الخارجية لبلاده برغبة منه في إلهاء الجيش مخافة الانقلابات العسكرية في الداخل وأشياء من هذا القبيل. هو أيضا هروب للأمام من مشاكل في الداخل التركي. كل المؤشرات الموضوعية تركيا ودوليا تؤكد تراجع شعبية الرئيس التركي وتراجع شعبية التحالف الحاكم حزب العدالة وحزب الحركة القومية. المعارضة الآن تتآلف وتلتئم فيما بينها وتحاول تقديم بدائل للنظام الحالي. لذلك كل الإخفاقات في السياسة الخارجية التركية ستنعكس سلبا على وضعية الرئيس التركي وتحالفه الحاكم في الداخل. وأتصور أنه إن لم تجرى انتخابات مبكرة، وأنا أستبعد ذلك لأن الرئيس التركي يرفض والدستور يمنحه حق الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، انتخابات 2023 ربما تحمل مفاجآت سواء على الصعيد البرلماني أو على الصعيد الرئاسي، وربما تعود تركيا إلى النظام البرلماني كما تطالب المعارضة. اسمح لي أستاذ بشير أن أقاطعك أيضا لأنه انتهى الوقت بنصف دقيقة أو أقل. ربما أستاذ إدمون غريب، ستفتح برأيك إدارة بايدن ملف الحريات أيضا مع تركيا، هل ستطالبها أيضا بهذا الملف وإخراج السجناء من السجن سريعا لو سمحت؟ بدون شك هذه إحدى القضايا الأساسية، ونراها الآن في قضية عثمان كيالي أو كفالي، وهو مسجون منذ 3 سنوات دون إدانة له، وقد أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالإضافة إلى الإدارة هذا الموضوع. وقضية الحريات كما ذكرت هي قضية أساسية بالنسبة لهذه الإدارة، لأنها تأخذها على محمل الجد أكثر مما كانت تأخذها إدارة الرئيس السابق ترامب. شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن دكتور إدمون غريب، وشكر لك أيضا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أقطاي يلمز. واعذرني أستاذ أقطاي، أعتذر منك أنه قطعتك، ولكن ليس في يد الأمر، بتعرف أنه الوقت كالسيف، يعني قطعنا الوقت، أعتذر منك فيما يخص المقاطعة. وأشكرك جزيل الشكر أيضا الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور بشير عبد الفتاح. شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا دائما لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.